مع استمرار حالة الغضب الشعبي في مصر بسبب مخالفات البناء، قررت الحكومة المصرية تخفيض أسعار التصالح، حيث قال بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري قال إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تلقى تقريرا من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية المصري يؤكد خلاله قيام 23 محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70%، وذلك تخفيفا عن كاهل المواطنين البسطاء ومراعاة للبعد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء. وكانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض على آلاف من المواطنين على خلفية مخالفات البناء في على مستوى محافظات الجمهورية دون استثناء، وتم إخلاء سبيل المئات من المواطنين الذين استطاعوا تدبير مبالغ التصالح أو غرامة المخالفات، بينما بقي في الحبس جميع المواطنين الذين لم يستطيعوا دفع المبالغ المالية، وهو ما أثار حالة من الغضب بين صفوف المواطنين. ومع تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطنين يهاجمون قانون التصالح في مخالفات البناء بسبب ارتفاع قيمة الأسعار التي حددتها الحكومة للمتر، وأكد المواطنون أن الدولة أرهقت المواطن البسيط دون أن تؤدي ما عليها من مسؤوليات تجاهه، مطالبين الحكومة في الوقت ذاته بالتراجع عن القانون. شوفوا القوانين اللي صالح الشعب ده، 110 مليون، الجيش المصري 500 ألف وجراسنا من فوق، لكن 500 ألف انتوا مستوردين ولا والد البلد من الشعب ولا غير الشعب؟ ليه 24 واحد في مصر مجلس العسكري وباقي الشعب ده كله تعدى عليه لودر؟ يا سيدي قلنا الديش المصري فوق راسنا، والقوانين اللي مش من صالحي مش فوق راسي. 100 مليون مرة قلنا خدوه البيت وخلاص يعفونا من المحاضر، لكن واحد باني بيته وطالع عيمانه فيه وفي الآخر يدفع كدي تاني محاضر، يا إما يتشال. الله، أنا بعتبر الوطن كله دي مصر من السلوم لحد أسوان اللي امتلكوا فيها البيت، باقي مصر مش بتاعتي، فهي بالنسبة لي أنا مصر كل البيت اللي أنا قاعد فيه ده. من غير البيت دي طب إيه يعني اللي أحبه فيها البلد دي؟ يعني أنا من غير شوية الحيطان دول اللي هيستروني من الناس والدلبية دي، إيه اللي إيه يعني كياني أنا في الدنيا؟ قلنا لكم خفوا، اترادع عن القانون ده ونهاردة قبل بكرة. للحديث حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو الكاتب الصحفي سليم عزوزة. سي سليم، مرحبا بك. إذا تخفيض في مصالحات أو غرامات التصالح لمخالفات البناء بنسبة ما بين 20 إلى 70% وفقا لما قاله وزير التنمية المحلية المصري، فيعني هل أتى ذلك القرار متأخرا حيث أن هناك أشخاص قد حبسوا أو اعتقلوا أو يعني تم توقيع الغرامات عليهم بالفعل، أم أنه القرار استجابة لغضبة المواطنين؟ أنا في تقديري أنه رضوخ لحالة المواجهة التي بدأت في بعض المناطق دي من ناحية. من ناحية تانية أن هناك تخوف من السلطة أنه يبقى في شرارة للثورة يوم 20 سبتمبر، وبمقتضاها الناس هتلم على بعضها، والناس اللي ما كانش ليها لا في الطول ولا في الطحين ممكن تلم على الثورة نتيجة هذا القانون المتعسف الجائر. نمرة ثلاثة، أنه السلطة عندما تفعل الآن وسكة أنه هيأجل المصالحات لمدة شهرين، أنا في تقديري أنه يمارس المناورة. ولما يجي النهاردة يقول أنه خفض قيمة المصالحات، أيضا ده جزء من المناورة. وجزء من المناورة ليه؟ لأنه القانون الحالي بوضعه الحالي قال لك أنه في مهلة 30/9 تقدم خلالها الناس التظلمات بتاعتها. ومع ذلك وقبل ما تنتهي هذه المهلة بدأ بالفعل، وقدامنا على الشاشة وفي كل مكان، بدأ بالفعل ينفذ هذا القانون على الرغم من وجود هذه المهلة التي مقررة بحكم القانون.
بعد كده وقبل كده احنا قدام قانون جائر، لانه قانون بيطبق باثر رجعي ومفيش حاجه في القوانين اسمها رجعيه القوانين. يعني اللي بيحصل ده اساسا الناس عملت بنت بيوتها في ظل ظروف مختلفه، لا يجوز انك انت تغير القانون وتريد ان تطبق عليها القانون باثر رجعي. فكره اطله لغايه من 2008 لا، هو المفروض عايز تعمل قانون جديد، تعمل قانون جديد من اول النهارده، واللي فات تعالجه بطريقة أخرى غير طريقة لا المصادرة ولا الهد ولا دفع أدفع مصالحة. يعني أنت تطلب من المواطن أنه يدفع بيته 80 مرتين، يدفع مرة وهو بيبني البيت ده، ويدفع مرة وهو والراجل مأجر شقة. طيب يدفع مرة دلوقتي ومرة بعدين. قبل أن نترك نقطة أنه رضوخ من جانب الدولة لغطبة المواطنين كما قلت سيد سليم عزوز، يعني من الذي يفكر في إغضاب المواطنين المصريين في هذا الوقت حتى يخرجوا ليتظاهروا أمام منشأة ناصر بالأمس وغيرها من الأماكن، في وقت تسيطر فيه القبضة الأمنية على كامل يعني تراب الدولة؟ من الذي يغامر بذلك ولماذا؟ الذي يغامر هو فتح السيسي. ولماذا؟ لأنه يعني يستهدف أنه يجمع 200 مليار من المواطنين. وليه عمل هو دلوقتي عمل هذا الكلام؟ لأنه كان متصور أنه الدنيا هتمشي، وكان يعتقد أنه الشعب المصري اللي هو رفع ثمن تذكرة المترو محدش عمل حاجة، ورفع ثمن الكهرباء عشان حد يتحرك محدش يتحرك، يعني ففعل الأفعال في المواطنين ورفع الأسعار وعمل كل شيء وطرد ناس حقيقة من منازلها. وحصل ده حاول صحيح في المعلوراء وفشل، إنما حصل ده في بولاق أبو العلا، وحصل في مثلث مسبير، وحصل في أكثر من منطقة، فطردوا الناس أساسا استجابت ورضخت. لكن الحقيقة في هذه المرة في بعض المناطق لم يحدث الاستجابة، وهو حصل في المنشية وحصل في الألج وحصل في الدويقة، فردة الفعل دي بالنسبة له مفاجأة. هو لم يضعها في الاعتبار، ولم يضع في الاعتبار أنه الناس ممكن تتحرك. لأجل هذا هو كان يقول له غلي يا عم الأسعار ولا يهمك، هي فكرة غلي الأسعار ولا يهمك، طبق القانون ولا يهمك. وهو لما اتكلم قال لك هنزل الجيش يبيد، فهذه اللغة لغة واحد متصور أنه ما فيش المواطنين قدامه. المواطنين لما خرجوا هو تفاجأ، ولما تفاجأ خرج رئيس الوزراء يتراجع عن هذا القرار بمناورة وليس تراجعا حقيقيا. نعم. في السياق ذي صلة، نفى مجلس الوزراء المصري ما تردد من أنباء بشأن إخلاء منطقة الدويقة من السكان دون توفير وحدات سكنية بديلة لهم. وأوضح المجلس أن محافظة القاهرة أكدت أنها قامت بتوفير مساكن حضارية بديلة لقاطني تلك المنطقة فور إخلائها، باعتبارها منطقة آيلة للسقوط ولا جدوى من ترميمها، حيث تم نقلهم إلى وحدات مؤثثة بالكامل بمدينة الأسمرات. وكان النشطاء قد تداولوا أمس مقطع فيديو الاحتجاجات عدد من أهل الدويقة أمام حي منشأة ناصر للمطالبة بتعويضهم عن منازلهم التي تمت إزالتها. فلنتابع. دي الناس اللي ما خدتش حقها ومرميه في الشارع، دي الناس اللي ما خدتش حقها ومرميه في الشارع، واقفين قدام الاستراد وواقفين الطريق كله. مع
معنا عبر سكايب من القاهرة المحلل السياسي أحمد العناني. سيد أحمد مرحبا بك. سيد أحمد، مجلس الوزراء المصري ينفي مسألة إخلاء منطقة الدويئة للسكان دون توفير مساكن بديلة، بينما هذا الفيديو الذي كنا نشاهده قبل قليل المواطنون هم ذاتهم يتظاهرون أمام منشأة نصر مطالبون بحقوقهم، فيعني كيف نفهم هذا النفي من جانب مجلس الوزراء؟ يعني بداية من كل يعني هؤلاء من يتظاهرون يعني عرضهم على شاشتكم على ما أعتقد ليست من الأحقية لهم من الناحية القانونية، يعني أن يكون هناك نوع من أنواع التظاهر فيما يخص يعني القرار الذي اتخذته الدولة، لأن الدولة تفرض سيادتها، الدولة تطبق القانون. أعتقد أن الدولة المصرية حينما اتخذت القرار فيما يخص استعادة الأراضي، سواء الأراضي الزراعية أو سواء بعض المنشآت التي تم بنائها على الأراضي المقال، فهي نوع من أنواع سيطرة وسيادة الدولة. وايضا هي يعني في المقابل هذه هي يعني هذه الاراضي هي ملك للدوله وليست ملك لهؤلاء الاشخاص. وبالتالي على ما اعتقد رغم ان هناك يعني الحقيقه بعض الاعتراضات من البعض الى ان الدوله المصريه قامت ب يعني عمل مراعاه البعد الاجتماعي فيما يخص هذا الامر، حينما خرج دوله رئيس الوزراء وتحدث ان هناك في المحافظات مراعاه للبعد الاجتماعي، و تم تخفيض قيمة الحقيقة التصالح أو ما يطلق عليه تقنين الأوضاع في بعض المناطق. إذن الدولة رأت المواطنين بكافة شرائحهم. لا أعتقد أن يكون هناك يعني شخص بنى عقار، هذا العقار يعني كلف ما يقرب من 5 مليون جنيه مصري، وبلم إيجارات في الشهر ما يقرب من حوالي نتحدث على 150 ألف ولا 200 ألف جنيه مصري في الشهر عقارات مخالفة، وبالتالي لا يعطي الدولة الحق أن يكون هناك نوع من أنواع تقنين الأوضاع على أن يكون هذه الأموال تذهب لخزانة العامة للدولة حتى يكون يعني هذه الأموال يتم الاستفادة بها من خلال شبكات الطرق ومن خلال الخدمات الأساسية. وبالتالي الدولة لم تقصر، ومع ذلك على ما أعتقد أن يعني كل من تم في اتخاذ إجراء، أعتقد أن الدولة ستقوم بوضع بديل فيما يخص يعني الوحدات السكنية إذا كان هناك نوع من أنواع الحقيقة التعامل وفقا للقانون. ولكن سيد أحمد، أليس المنطقي أن الدولة تقوم بدراسة الوضع أولا واتخاذ قرارات تتناسب مع كل واحدة مما تتحدث عنه، الظروف الاجتماعية ومن لديهم هذه البنايات كاستثمارات وغيرها، ثم تقوم بتنفيذ هذه الرؤية وهذه القرارات على الأرض قبل أن تنزل الجرافات، أم الجرافات تنزل أولا ثم بعد ذلك المواطنون يغضبون ثم بعد ذلك نتخذ قرارات بالتراجع عن النسبة ومراعاة بعض المواطنين وما إلى ذلك؟ ده قانون يا أستاذة، القانون قانون. النهاردة في مخالفات بيطبق القانون، فرض سيادة الدولة والعمل على تطبيق القانون هذا أمر طبيعي، ولأي دولة في العالم يوجد يعني هناك إذا كنا نتحدث على عواطف الدولة بتقوم بالبديل. إذن هل تغير القانون خلال الأيام الماضية سيد أحمد، وبذلك على هذا الأساس تغير موقف الدولة وقامت بعمل هذه التخفيضات المتعلقة بمبالغ التعويض ومبالغ التصالح التي تحدث عنها وزير التنمية المحلية وذكرتها أنت كنوع من أنواع تقدير الدولة لظروف المواطن من 20% إلى 70% نسبة تخفيض؟ يعني هناك الحقيقة فرق ما بين يعني قانون 2000 و2008، عفوا قانون سنة 2008 كان لا يعطي الحق في ألو أسمعك جيدا تفضل سيد أحمد. يعني قانون 2008 كان نعم يبدو أن 2008 كان لا يعطي الحقية للحقيقة المواطنين أو المواطن في التصالح. قانون 2019 أعطى الحقية للتصالح أن يكون هناك تقنين أوضاع، وبالتالي الدولة بتعمل شيء جميل النهاردة، بتراعي الظروف الاجتماعية وبتشوف الناس اللي تتضررت، بيتم سرد الأسماء
وبيكون هناك نوع من انواع البديل، بمعنى انه النهارده بيكون وحدات سكنيه. سيد احمد، هذا تكرار لما قلته قبل قليل، ولكني سالتك سؤالا واضحا متعلقا ب الم يكن من الاولى ان تكون هناك رؤيه واضحه يتم تطبيقها على الارض تراعي ظروف كل الشرائح المختلفه؟ فقلت لي بشكل واضح وصريح انه او انه قانون. قلت لك هل تغير القانون وبالتالي تغيرت نسبه المصالحات؟ يعني هذا هو السؤال، هل تغير القانون الذي تتحدث عنه؟ نعم، يعني هو قانون يطبق وفي نفس الوقت يراعي البعد الاجتماعي، يعني ما الحقيقة التعارض في هذا الشيء؟ يعني النهارده لما طبق قانون وفي نفس الوقت التعارض سيد احمد ان قبل يوم واحد او قبل يومين فقط كان الحديث باننا سننزل الى الشارع وسنقوم بهدم هذه المباني ونزلت الجرافات بالفعل، ثم اليوم هناك حديث عن تخفيض النسبة، فالقانون لم يتغير ولم يتم الاعلان عن تغيير، ولكن تم اعلان ان الوزارة قررت تغيير رايها وهناك منازل هدمت بالفعل ومواطنون شردوا بالفعل. فهنا السؤال والذي أسألك عنه منذ يعني سؤالين سابقين، هل تغير القانون؟ لم يتغير. هل كانت هناك رؤية واضحة؟ لم تكن هناك رؤية واضحة وبالتالي تم التراجع. فكيف نفهم هذا الالتباس وعدم الوضوح في رؤية الدولة للتعامل مع هذه المخالفات التي تتحدث عنها وفقا للقانون؟ يعني هذا لم يحدث، وبالتالي يعني ما قاله دولة رئيس الوزراء حينما تحدث أن المساكن والمنازل المأهولة بالسكان لم يتم التعامل معها، وبالتالي يكون هناك نوع من أنواع يعني الحقيقة التصالح مع هؤلاء الشرائح وهؤلاء الطبقات، خاصة الطبقات المتوسطة والطبقات الفقيرة، على أن يكون هناك إيجاد بدائل لهؤلاء، وأن يكون هناك تصالح، ولكن تكون قيمته ضعيفة جدا، لا تتناسب يعني لا تؤثر بشكل كبير على يعني المواطن محدود الدخل. وبالتالي الدولة جمعت حل في هذا الأمر ورعت البعد الاجتماعي وخفضت الحقيقة قيمة التصالح، وبالتالي ماذا ننتظر؟ هل نترك يعني أن تكون مصر في واقع الأمر يعني لكل من هب ودب النهارده يبني وينتهك الأراضي الزراعية والرقعة الزراعية اللي بتحقق الاقتصاد المصري؟ حضرتك يعني تعلمي أن مصر حققت في الفترة الأخيرة من خلال الرقعة الزراعية. وضحت الفكرة سيد أحمد العناني الباحث والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب من القاهرة، لك جزيل الشكر. انتقد الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي المقيم في إسبانيا قرارات الإزالة للمنازل المخالفة في مصر، وطلب علي بالمساواة في تطبيق قرارات الإزالة، موضحا أن مساجد القوات المسلحة التي بنيت في مناطق مخالفة لم يتم إزالتها. واستشهد محمد علي بمسجد المشير طنطاوي ودار المناسبات، وحمل علي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مسؤولية هدم المنازل، واصفا الأمر بأنه سرقة علنية. ناس النهاردة قاعد بيهد في البيوت وبيهد في المساجد. طيب مسجد المشير حسين طنطاوي اللي في الان ايه ده مش مخالف، ده جوه سور اكنك بني قلعه صلاح الدين، قلعه محمد علي، سور رهيب في الان ايه، مصريين نزلوا اتفرجوا عليه اللي هو بعد المقبره اللي دفنت فيها ام السيسي، هتلاقي ايه حته بيقولوا غابه حجريه ولا شجريه، غابه شجريه سوري اسف، فيها شجر ميت كده، وبعديها نبدا سور الان ايه لحد الدائري، طريق الان ده كله، كل البلك ده في دار المناسبات بتاعه المشير حسين طنطاوي. حضرتك ممكن تتصل تحجز لو عايز هناك، بس غاليه موت 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 موت، قلت فيها قبل كده، عملت فيها العزاء بتاع اخويا الله يرحمه. اتنين، فيها مسجد كبير جدا 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 اسمه المسجد. طيب حته الارض دي مين اللي قال للجيش ان هي مش ممنوعه وان لازم يعني انك تبني فيها؟ ليه المساجد بتاعت الجيش ما تهددش اللي هم عملنا في كل حته؟ البلد كده بلد القوات المسلحة، كده غلط، كده غلط اللي بيحصل ده يا مصريين. ده احنا يعني انا اسف، السيسي بقى يسرقنا علني في اكتر من كده، بيهد كل حاجة في البلد وكل حاجة عملها الجيش هي صح الصح، ده كلام يعقل؟ طب مين اللي قال ان الحاجات دي كلها لازم يتم ازالتها؟ ما هو السيسي، والسيسي ده ايه؟ ضابط جيش.
وجدد الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي دعوته للمصريين إلى التظاهر والنزول إلى الشارع للمطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 20 سبتمبر الجاري. واستشهد محمد علي بالمظاهرات التي حدثت خلال الأيام الأخيرة في روض الفرج أو روض الفرج وغيرها من المناطق ضد إزالة المباني. وطلب محمد علي المصريين بالنزول بكثافة موضحا أن الجيش سينضم للشعب في حال نزل الناس بكثافة في الشارع. وأكد علي أن هذه فرصة أخيرة من أجل إنقاذ مصر على حد تعبيره. فتخيل لو انتوا جيتوا يوم 20 وقمتوا نازلين عليكم الساعه وقمتوا نازلين مره واحده تاني مش هنرجع بقى طبعا. البلد الصبح معانا والجيش هيتضم للشعب وسيسي خلاص باي باي، احنا فوقنا من الكابوس ويا دوبك نلحق مصر. لكن تعالى بقى ننزل مفاجئ وتعالى نرتب نفسنا خمسات واربعه، احنا هنهرج. احنا بنتكلم على الملأ، هنقول لي 120 مليون في ودانهم واحنا موبايلاتنا في مصر متراقبه وكل حاجه وكل خطوه لكم محسوبه. اي حد هيبقى فعال او ناشط وبيقول رايه في بلده هيتخطف. والله العظيم انا بشوف فيديوهات نازله على اليوتيوب، انا بنزل بس خلاص هو نزل وهم شافوا هم مش هيسيبوه، فبنزل بقى عشان صوته يوصل. يبقى احنا بنتكلم على 20، ده حاجه لينا كلنا، وانا ما جبتوش يعني مش انا اللي اخترعته، هو جت من عند ربنا 20 سبتمبر اللي فات. انتوا عملتوا حراك نزل عشرات الالاف في الشارع وقبض على 10,000، يعني ده بتاع ربنا مش بتاع محمد علي، مش يومي، ده يومكم انتوا. عودة مرة أخرى إليك سيد سليم عزوز. سيد سليم، كيف ترى هذه الدعوات من جانب الفنان محمد علي وخصوصا فيما يتعلق بمسألة انحياز الجيش التي قالها في هذا الفيديو؟ شوفي أنا ما أقدرش أقول مدى استجابة الناس لهذه الدعوة إيه، لأنه دائما فيه دعوات بتطلق لكن استجابة الناس ليها المرة اللي فاتت في 20/9 كان إلى حد ما، لكن تم ضرب الدعوة بفكرة أنه هم عايزين يعملوا انقلاب، وطالما أنهم عايزين يعملوا انقلاب إحنا مش هنشارك في الشغلانة دي فخليهم يعملوا انقلاب على بعض زي ما هم عايزين. فكرة استجابة الجيش للمتظاهرين أو وقوفه مع المتظاهرين الحقيقة عند أي نجاح أي ثورة، زي ما حصل في مصر قبل كده وزي ما حصل في السودان قبل كده وزي ما حصل في أي حتى في لما بتيجي تنجح الثورة هتلاقي الجيش مع الشعب. انما قبل نجاح هذه الثوره لا، الجيش مع الرئيس، يعني الجيش مع رئيس الدوله والداخليه مع رئيس الدوله. انما الفكره هل هيبقى في حشد كبير؟ هذا الحشد لو حصل حشد لو نزل 100,000 مثلا فهيبقى في الكلام كلام، انما ده ما لا يؤخذ على محمل ان محمد علي عنده اتصالات مع حد في القوات المسلحه، وانا قلتها في المره اللي فاتت والناس بيتكلموا في سكه انه لا ده منسق وفي تنسيق وانه مندوب عن جهات داخل البلد وانه في ده، انا قلت الكلام ده مش صحيح وتبين بالفعل أنه مش صحيح. هو بيتكلم بشكل عام لكن مش لا أظن المؤكد أنه لا يعبر عن أي جهة داخل المؤسسة العسكرية. المؤسسة العسكرية لو وجدت أنه الدنيا ناس طلعت هتقول يعني يموت منك لصاحبك، لا لقيت الدنيا مش قد كده، هي مع فتح السيسي لا شك قطعا، يعني هو كده ما فضل الجيش مع مبارك لغاية لما مبارك ما لقاش منها فايدة وقرر يتنحى، فقال لك نحن اللي حمينا الثورة، ولم يكن هذا صحيحا. نعم. قالت السيدة صفية إبراهيم المعروفة عالميا بسيدة القطار إن وزير الدفاع المصري